في مشروع هو الأول من نوعه على مستوى ولاية قسنطينة، شرع المستثمر الفلاحي عمار بإنشاء مزرعة نموذجية تعنى بتربية الأسماك وتحسين سلالتها عبر تشييد 5 أحواض مائية وتزويدها بكامل المعدات المتطورة التي تعطي جوا مناسبا لتتعايش هذه المائيات. درنا 5 أحواض، السعة تاع كل حوض راهو فيه 1200 متر مكعب. هذه بالنسبة للتسمين، السمك التيلابيا اللي هو فيه نوعين، فيه التيلابيا روج كما يقولوا، التيلابيا غريز، وعندنا نوع آخر من أسماك سمكة اللي هو سمك القط وسمك الصندر. الأكسجين لازمو الأكسجين، وحنا زدنا درنا حاجة أخرى يعني واحدة جديدة اللي درنا له تسخين، اللي درنا تسخين إن شاء الله باه نعودو نخدمو سنة كاملة. تزويد السوق المحلية ب60% والوصول إلى 100 طن سنويا من الأسماك على المدى المتوسط رهان المستثمر عمار، سيما بعد تطوير مشروعه وإنشاء مفرخة خاصة بتوليد الأسماك. إنشاء مفرخة لنا لهنا خاصة بنا وللناس ثاني إن شاء الله، تسمى لتحسين السلالة ولي باش تكون عندنا الكمية اللي نطلبوها إن شاء الله. احنا في المدى القصير ان شاء الله عندنا حوالي 40 طن ولا 50 طن سنويا ان شاء الله بربي ان شاء الله. هذه في المدى القريب، المدى البعيد رانا نروحوا حتى ل 100 طن ان شاء الله بربي ان شاء الله. وعن تغذية الاسماك خصص لذلك مصنع لتصنيع وتطوير مختلف الاعلاف. احنا لهنا ان شاء الله والله قمنا بانشاء باستشارة مختصين يعني، ودرنا ماكله والحمد لله ورانا نخدموا بها والحمد لله يعني راهي لاباس لحد الان راهي لاباس. مشروع طموح قد يساهم بتزويد السوق بمختلف أنواع الأسماك، سيما بعد الارتفاع الكبير لأسعاره في الآونة الأخيرة.